measurable, attainable, result oriented وtime bound. Smart. بعد كده الضاف قالوا لا بدل ما هو سمارت يبقى سمارتر وهو لعب بالكلام اكتر منه حاجه فعليه ان هم اضافوا الاي والار والاي ده اللي هو بيقول مثلا ان هو يبقى evaluated تمام وrewarded خلينا نكتفي بالكلام ده بلاش طيب يبقى هو evaluated يبقى حاجه اقدر اعمل لها evaluation ادائي كان عامل ازاي مش ان انا ميجر ان انا اقيسها لا evaluate ان انا اقيس الاداء وبعد كده rewarded ان هو يبقى فيه مكافاه للاداء اللي جاي ودي من الحاجات المهمه قوي البروسيس جروب هم العمليات اللي احنا بنعملهم اكوردنج للبي ام اي طيب يعني ايه العمليات اللي بنعملهم اكوردنج للبي ام اي احنا عندنا خمسه مجموعات من العمليات اول مجموعه عمليات اسمها انيشيتنج البدايه بعد كده البلاننج التخطيط بعد كده الاكسكيوتنج التنفيذ بعد كده مونيتورنج اند كنترولنج اللي هو التحكم والرقابه وبعد كده الكلوزنج اللي هو الاغلاق كل واحدة من مجموعة العمليات دي جواها process. احنا عندنا كام process هندرسهم مع بعض؟ هندرس 49 process. 49 عملية هندرسهم مع بعض. يعني ايه عملية؟ يعني واحدة منهم مثلا ازاي ان انا اقدر اعمل project charter اللي هو حاجة اسمها ميثاق المشروع واللي احنا عرفها على طول في session 2. طيب ميثاق المشروع ده عملية اللي هو بيقول لي انا هعمل الميثاق ده هعمله ازاي؟ وهيكون فيه ايه؟ وما فيهوش ايه؟ ومين اللي هيمضي عليه؟ وايه التولز اللي انا هستخدمها عشان اعمله؟ هي دي تعريف العمليه وهم 49 عمليه الكورس ال 10 مرات هم بنتكلم على 49 عمليه دول. 49 عمليه دول بيقعوا كل مجموعه عمليات تحت ايه؟ تحت هيدر. الهيدر ده هو انيشيتنج، بلاننج، اكسكيوتنج، مونيتورنج اند كنترولنج وفي الاخر خالص كلوزنج. تحت الانيشيتنج عندي اثنين عمليتين بس، تحت الكلوزنج عندي عمليه واحده بس. معظم ال 49 بروسيس اكتر من نص العمليات اللي عندي تحت البلاننج وده لو بيوضح حاجه بيوضح اهميه البلاننج في البروجكت مانجمنت والبروجكت مانجر يبقى البلاننج هو الاساس عندنا الانيشيتنج اللي هي البدايات ببتدي المشروع ازاي البلاننج انا بخطط للمشروع هعمل ايه وهعمله ازاي ومين اللي هيعمله ومفروض يكلفني كام ومفروض ياخد وقت قد ايه كل ده البلاننج الاكسكيوتنج باختصار انا بعمل اللي انا قلت ان انا هعمله انا في البلاننج قلت انا هعمل كذا 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 اكسكيوتنج انا بقى بعمل اللي انا قلت ان انا هعمله مونيتورنج اند كنترولنج انا بتاكد اللي انا عملته هو اللي انا قلت ان انا هعمله مفيش اسهل من كده بلاننج انا هقول انا هعمل ايه اكسكيوتنج انا هعمل اللي انا قلت ان انا هعمله مونيتورنج اند كنترولنج انا هتاكد ان اللي انا قلت ان انا هعمله هو فعلا اللي اتعمل يبقى دول الخمسه بروسيس جروب ودول لازم نحفظهم عن ظهر قلب وهنقعد نكررهم مع بعض من 10 سيشن دول انتوا مش محتاجين تحفظوهم انتوا بعد مرتين ثلاثه كده هتلاقوا الموضوع بقى سهل جدا وبقيتوا عايشينهم مع بعض. طيب الخمسه بروسيس جروب دول هل واحده بتبتدي واحده بتخلص واحده اللي بعديها بتبتدي؟ لا في بينهم وبين بعض اوفرلاب ظريف كده. يبقى اول واحده هي الانيشيتنج ودي بتبتدي معايا من بدايه المشروع وبتستمر لفتره هي مش نقطه لا بتستمر ممكن اسبوع اتنين على حسب حجم المشروع بعد كده عندنا البلاننج تمام البلاننج بيبتدي زي ما انتم شايفين برده من الاول قبل ما الانيشيتنج يخلص اغلبه بيكون في المراحل الاولى من المشروع بس هو ما بينتهيش لا بيفضل مكمل معايا لغايه قرب نهايه المشروع بعد البلاننج الاكسكيوتنج زي ما انتم شايفين برضو بيبتدي حتى قبل ما الانيشيتنج يكون خلصان وبتكون الذروه بتاعته البيك في نقطه في ايه بعد ما البلاننج ما معظم البلاننج ما بيك البلاننج يخلص والمونيتورنج اند كنترولنج من اول لاخر المشروع مستمر طبعا بيزيد في الفتره دي لان دي فتره الاكسكيوتنج الاكتر فبالتالي المونيتورنج اند كنترولنج بيزيد اكتر اخر حاجه الكلوزنج وزي ما انتم شايفين برضو زي الانيشيتنج هي مش نقطه لا انا ببتدي اعمل كلوزنج لفتره من الفترات يبقى المشروع او الفيز ممكن مشروع يكون فيه كذا فيز الناس اللي بتحب تتكلم هندسه لو انا عندي مشروع فيلا عندي فيز اللي هي تصميم الفيلا وعندي فيز اللي هي بنى الفيلا يبقى كل واحده من دول فيز مستقله يبقى فيز التصميم ليها الانيشيتنج والبلاننج سكيورتي مونيتورنج اند كنترولنج كلوزنج للفيز دي مش للمشروع بالكامل للفيز دي وبعد كده في التنفيذ عندي برضو نفس الخمسه بروسيس جروب دول
دي ميزة. دي ميزة ان انا مش شرط ان انا يكون عندي كل حاجة واضحة من داي زيرو. يعني انا دلوقتي عايز اعمل الفيلا دي، انا مش عارف هتكلف كام، مش عارف هتاخد ريسورسز قد ايه، انا محتاج تصميم عشان اقدر احسب. يبقى اشتغل في فيز واحد اللي هي التصميم، وقبل ما اخلصها اكون عملت الانيشيتنج والبلاننج لفيز 2. الاجايل بيعتمد جدا على الفكره دي، بيعتمد ان انا ما عنديش كل المعلومات من داي زيرو، لا عندي بعض المعلومات اللي بشتغل عليها، وبعد كده عندي اضاف مجموعه معلومات عندي تاني اشتغلت عليها، وبعد كده اضاف مجموعه معلومات تاني اشتغلت عليها، وهكذا. فهي دي الاجايل، بتعتمد ان مش كل حاجه موجوده عندي من الاول، مش كل البلاننج ده موجود هنا، لا انا ممكن اعمل بلاننج وبعد كده بلاننج تاني وبعد كده بلاننج تاني وبعد كده بلاننج تاني، وهكذا. فده الفرق ما بين الاجايل والطريقه اللي احنا بنشتغل بيها. الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي بنتكلم فيها في البين بوك 6 ليها اسم تاني هتشوفوه ساعات في بعض الكتب وفي بعض الويبينارز، بيسمى ووتر فول. ووتر فول شلال ميه، تمام؟ شلال ميه، واحد بيخلص واللي بعده بيبتدي، بيخلص واللي بعده بيبتدي، هو ده الووتر فول. الاجايل لا، بيبقى فكر مختلف شويه. البروسيس عندنا بيبقى الانيشيتنج والبلاننج الاكسكيوتنج وفي الاخر الكلوزنج والمونيتورنج اند كنترولنج، لمم لنا كل الايه البروسيس دول مع بعض. قبل الانيشيتنج ده اللي هو المشروع، قبل الانيشيتنج عندي مرحله اللي هي البيزنس دوكيومنتس، وبعد الكلوزنج عندي مرحله اللي هي الدليفربلز، تمام، والايه والريكوردز اللي هي الحاجات اللي انا بقى خلصتها. يبقى انا عشان ابتدي مشروع لازم يكون عندي بيزنس دوكيومنتس. بزنس دوكيومنتس محتاجه ان انا عشان اقدر ابتدي اعمل انيشيتنج يبقى عندي بزنس دوكيومنتس اللي انا هبني عليها المشروع بتاعي، وهنتكلم هي ايه. وبعد ما اخلص بيكون عندي deliverables اللي هي يكون عندي حاجه سلمتها. طيب يعني ايه؟ يعني انا سلمت، انا مثلا خلصت الفيلا فانا هسلمها لصاحب الفيلا، انا خلصت اوتيل فانا هسلمه للناس للشركه اللي هتعمل اوبريشن للاوتيل. اوكي، فده اللي ما قبل وما بعد المشروع. المشروع هم بس الخمسه بروسيس جروبس اللي عندنا. واحد من المودلز، مش ما بعتبروش سؤال امتحان بس واحد من المودلز التخطيط والتفكير الظريف جدا اللي انتم ممكن تتابعوه، هو فعلا سهل قوي. هم اربع خطوات سهله اللي هو بي دي سي اي اللي هو بلان دو تشيك اكت. يبقى انا هخطط وبعد كده هنفذ اللي انا خططته، وبعد كده هعمل تشيك ان اللي انا نفذته ده هو اللي انا خططته، وبعد كده هعمل اكت اللي انا هبتدي اعيد اغير اظبط اللي انا بعمله عشان يكون متناسب مع اللي انا بخطط له. يبقى هي نفس الفكره، البلاننج والاكسكيوتنج والمونيتورنج اند كنترول. هي دي في اي شغل في اي بزنس، هو دي الاربع خطوات اللي هم دايما بيحققوا النجاح. ان انا بخطط، بنفذ اللي انا خططته، بتأكد ان انا نفذته ده هو اللي انا مخططه، وبعد كده بعمل تغييرات عشان احقق فعلا ان انا اللي نفذته ده يكون هو المخطط لي، او ان هو يكون حامل تعديلات على اقول لا ده يمكن في طريقة احسن ان اعمل الموضوع. مش شرط ان انا اقول اللي بعمله غلط، ممكن اقول لا اللي بعمله ده هو دي الخطة الاحسن، هو ده اللي انا عايز اعمله افضل لي. تمام، زي ما عرفنا ان احنا عندنا خمسة process group، هنعرف برضو دلوقتي عندنا 10 knowledge area. ايه هي knowledge area؟ هي مجالات المعرفة. ال PMI بيقول يا project manager انت المفروض تبقى عارف مجالات المعرفة دي. عارفها مش معنى كده ان انت عارفها، مش معنى كده ان انت خبير فيها، ان انت بس لازم ان انت تكون عارفها عشان لما تكلم التيم تقدر يكون في ايه common language ما بينك وما بين التيم، بحيث ان انت تحقق ان التيم بتاعك يكون عارف هو عايز يعمل ايه، ولما التيم بتاعك يعمل حاجة تقدر تعرف الحاجة دي صح ولا مش صح. ايه هما العشرة knowledge area؟ اول واحدة هي الايه؟ هي الانتجريشن. انتجريشن اللي هي التكامل. ايه هي التكامل؟ اللي احنا زي ما قلت لكم كده، البروجكت مانجر هو المسؤول عن تكامل كل العمليات مع بعض تحت مظلة واحدة. ان اللي بيعزف بيانو مع اللي بيعزف فيولين مع اللي بيعزف درامز، كل دول ماشيين مع بعض في صورة واحدة، تمام؟ فدي ايه اول حاجة الانتجريشن.
وجهة نظري يعني هو ده أول تشابتر في الـ Knowledge Area في الـ PMBOK، وهو رقم تشابتر رقم 4. بس أنا من وجهة نظري الـ Integration دي المفروض إنها تيجي في الآخر خالص، لأن هو ده بعد ما نعرف بقى إيه اللي عندنا بنقدر نعمله Integration. إنما لما أبتدي بالـ Integration أنا مش هعرف الـ Integration أوي. عشان كده في اللي إحنا هنشرحه مع بعض هتلاقوني إن أنا معظم الـ Integration، معظم الـ Integration Knowledge Area بشرحها في الآخر خالص في 9 و10. انما في الاول يا دوبك بس بشرح حاجتين اللي هم الايه التشارتر والبروجكت مانجمنت. غير الانتجريشن عندي السكوب مانجمنت. ايه هو السكوب؟ السكوب هو نطاق المشروع. يعني ايه نطاق المشروع؟ نطاق المشروع هو انا داخل اعمل ايه. ودي بقى من النقط المهمه جدا، يعني مش مشروع واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، انا شفتها في عشرات المشاريع. بروجكت مانجر ومش متحدد هو هيعمل ايه. هو انت العربيه البي ام دبليو دي المفروض ان هي يكون السرعه بتاعتها توصل كام، 300 ولا 350؟ ما اعرفش. طيب بعد ما تعرفش، طب احنا بنعمل ايه؟ يعني ايه المشروع اللي احنا بنعمله؟ عشان كده تحديد السكوب من النقط المهمه جدا، ان انا عشان النجاح ان انا اعرف انا عايز اوصل لايه. انا لو انا مش عارف انا عايز اوصل لايه، ما انا مش عارف انا وصلت ولا لا. غير السكوب عندنا السكيدجول اللي هو الجدول الزمني، اللي هو كل حاجة هتاخد وقت قد ايه وايه اللي هيتعمل قبل ايه. ودي من الحاجات الظريفة اللي احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله في سيشنز 5 و6، اللي هو السكوب والسكيدجول والكوست. الكوست مانجمنت نفس اللي زي السكيدجول بالظبط، بس بدل ما هو الوقت الفلوس. الموضوع ده هيكلفني كام وهيكلفني امتى كام، المفروض ادفع كام، المفروض اجيب الفلوس دي منين. كل ده احنا نعرفه مع بعض في الكوست مانجمنت. بعد كده الكواليتي مانجمنت. والكواليتي مانجمنت ليها تعريف مهم جدا. الكواليتي هي الفيت فور يوز، يعني الاحسن، هل هو الاحسن الايفون 11 ولا النوكيا بتاع القديم 5110؟ كلمه احسن يبقى لازم نعرف انا عايزه لايه، يبقى انا بعمل المشروع ده ليه. لو انا قلت انا عايز اعمل دلوقتي مشروع عشان يحقق لي موبايل عنده بطاريه تعيش فترة طويلة أكتر من 3 أيام، يبقى النوكيا 5110 أفضل من الآيفون بمراحل. طيب أنا عايز أعمل تليفون عشان يحقق لي ريزوليوشن معينة، يبقى الفيت فور يوز هنا الآيفون أفضل. تمام؟ يبقى مهم جدا إن إحنا نعرف الفيت فور يوز هو ده الكواليتي بتاعتي. الكواليتي أنا بعمل المشروع ده ليه، واللي أنا عملته ده هو اللي حصل ولا ما حصلش. يعني هل الأحسن الراديو القديم بتاع زمان الكبير ولا الحاجات الاير او الحاجات السوفت ويرز اللي موجوده. كل واحد على حسب انا بعمل المشروع ده ليه وايه الهدف بتاعي. بعد كده ريسورس مانجمنت. وزي ما قلنا ان الريسورس فيه هيومن ريسورس وفيه فيزيكال ريسورس. هيومن ريسورس هنتعامل ازاي مع الاشخاص، فيزيكال ريسورس هنتعامل ازاي مع العربيات وتاجير الاماكن واللابتوب. في البروجكت ريسورس مانجمنت نص السيشن تقريبا هنتكلم على organizational theories، هنتكلم على نظريات التحفيز والتطوير، هنتكلم على motivations، هنتكلم على rewarding، هنتكلم على difficulties اللي بتواجهنا في human resources وازاي احنا نتغلب عليها. والleadership styles هنرجع لها تاني بتفصيل اكتر شوية، ودي من الحاجات انا بشوفها من السيشنز الظريفة جدا. بعد كده هنتكلم على الكوميونيكيشنز مانجمنت. يعني مفيش بروجكت مانجر فاشل في الكوميونيكيشن. اي بروجكت مانجر عشان يكون بروجكت مانجر ناجح لازم ان هو يكون ناجح في الكوميونيكيشن، لان هي دي اللي فعلا بتفرق ما بين بروجكت مانجر والتاني، ان هو قادر تكوميونيكيت الفكره بتاعته ولا لا، قادر ان هو يوصل اللي هو عايزه ولا لا، قادر ان هو يحصل على اللي هو عايزه ولا لا. تمام؟ يبقى كل الحاجات دي هي ايه بتحصل فترة الكوميونيكيشن. بعد الكوميونيكيشن عندنا ريسك مانجمنت. الريسك هي المخاطر، واول مفاجأة هنعرفها في الريسك ان الريسك مش دايما حاجة سلبية. تعريف الريسك هو uncertain event if it occurs it will have positive or negative impact. يبقى حاجة انا مش متأكد انها تحصل، لو حصلت ممكن يكون لها تأثير سلبي او تأثير ايجابي. زي ايه مثلا؟ زي ان انا المثال اللي بقوله دايما اللي هو الدنيا هتمطر، هيبقى فيه شتاء. طيب الشتاء ده ده مشكلة؟ لا ده مش مشكلة، ده ريسك. ليه؟ لان انا مش عارف هو هيحصل ولا لا.
فانا لما بتعامل مع الريسك ازاي؟ من انا بخطط له ان الريسك ده اللي انا مش عارفه هيحصل ولا لا، لو حصل هعمل ايه؟ ممكن اقول مش هعمل حاجه وهقبله زي ما هو، ممكن اقول لا ده انا لازم اخد اجراءات معينه. يعني مثلا لو احنا دلوقتي بقى في تريجر للريسك ان في الشتاء دخل، يبقى احتمال الدنيا تشتي بقى عالي، يبقى لازم اتاكد ان مثلا المساحات العربيه شغاله، او ده تغلب على الريسك. واحد من اهم الريسك اللي احنا بنواجهها مثلا ان احنا سايقين العربيه. طيب بتغلب على ريسك، يعني ربنا يحفظ الجميع، ان احنا يبقى في حادثه، وتغلب عليه ازاي؟ ان انا بعمل حاجه اسمها ترانسفير الريسك، بنقل مسؤوليه الريسك من عليا لحد تاني. يبقى انا بعمل ايه في العربيه؟ بعمل تامين. لما بعمل تامين للعربيه يبقى انا كده بقول انا كده عم امن العربيه، يبقى لو حصل لا قدر الله حادثه يبقى حد تاني هو اللي هيتحمل مشاكل الريسك ده. في بوزيتيف ريسك؟ اه طبعا في بوزيتيف ريسك. طيب نفس الريسك اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، ممكن الريسك يبقى ليه بوزيتيف ونيجاتيف امباكت. هنقول لو الدنيا مطرت يبقى المشروع بتاعي هيتاخر، هناخد وقت اكتر، السواقه هتبقى صعبه، فممكن يبقى فيه مشكله ان هو يبقى فيه حوادث. كل دي ريسك نيجاتيف. طب في ريسك بوزيتيف للمطر؟ احنا دايما بنتكلم ريسك يعني مخاطر، يعني حاجه وحشه. لا، ريسك هو uncertain event، حاجه مش اكيد انها تحصل. ايه البوزيتيف امباكت؟ في الدنيا تشتي، ان مثلا ان يكون في نقاء للجو، صفاء للجو، ان هو الانفايرمنت هتبقى افضل بكتير بعد المطر. دايما بتلاقوا الجو صافي جدا وجميل. طيب ما ده بوزيتيف امباكت. المهم ان احنا نعرفه في الريسك ان سواء نيجاتيف امباكت او بوزيتيف امباكت لازم يكون على الاوبجكتيفز للمشروع، يعني مش اي تاثير هو، يعني ممكن يكون ريسك بيحصل بس مش هياثر عليا، خلاص يبقى انا ماليش دعوه بالريسك ده. بعد الريسك عندنا البروكيورمنت. البروكيورمنت اللي هي عمليات الشراء. عمليات الشراء واحده من الحاجات المهمه. لو انا دلوقتي محتاج ريسورسز، لو انا محتاج شركه، هل انا هشتري شركه ولا هعين شركة؟ هل أنا هعين ناس عندي ولا هجيب ناس من شركة تانية؟ هل أنا هشتري عربية ولا هأجر عربية؟ طبعا أنا دلوقتي لو عندي مشروع سنتين، أشتري العربية اللي أنا هحتاجها ولا أجرها بس؟ دي من الحاجات اللي احنا هنعرفها في Procurement، بالإضافة إلى أنواع العقود المختلفة. آخر Knowledge Area هي Stakeholder Management، واللي هم المعنيين، واللي زي ما اتفقنا اللي هو أي شخص يأثر أو يتأثر بالسلب أو بالإيجاب، أو يتخيل أنه حتى هيتأثر. هو ده تعريف الستيك هولدر، المعنيين بالمشروع. يبقى هم دول العشرة نوليدج ارياز اللي عندنا. هتلاقوا في اول كل سيشن جدول ظريف زي ده، انا بحب ان احنا نبتدي بيه، اللي هو بيوري لي الخمسة بروسيس جروب، وبيوري لي العشرة نوليدج اريا. هنا اربعة. ليه اربعة؟ لان اول تشابتر او ثلاثة تشابترز في كتاب البيمبوك بيتكلم على الانترودكشن، وبيتكلم على كذا حاجة ثانية، الانفايرمنت بروجكت مانجمنت، بيتكلم عن كذا حاجه. فبيبتدي اول نولج اريا من رقم 4. فاول بروسيس هنعرفها اللي هي ديفلوب بروجكت شارتر، هي بروسيس 4.1. ليه 4؟ لان هو ده اول نولج اريا، هي في تشابتر 4. فدايما هيبقى عندنا خريطه لما بنقول رقم البروسيس كذا نقدر نلاقيها بسهوله في البين بوك. يبقى احنا هنتكلم مثلا المره الجايه على ديفلوب بروجكت شارتر، دي جزء من الانيشيتنج بروسيس جروب، وجزء من البروجكت انتجريشن مانجمنت. في السيشن اللي بعديها هنتكلم على بلان سكوب مانجمنت، دي جزء من البلاننج بروسيس جروب وجزء من السكوب مانجمنت. شويه شويه بعد مثلا 3 4 سيشنز كده هتلاقوا ان الموضوع بقى واضح وسهل، انا قادرين نعرف الخريطه دي احنا فين بالظبط وبنعمل ايه. دول اللي هم الايه ال 10 نوليدج ارياز من رقم 4 لرقم 13، اللي هو رقم الشابتر اللي موجود عندنا جوه بين بوك 6. دي خريطة ذهنية أنا بحبها وبرجع لها دايما، لأن هي بتوريني اللي هو إيه العشرة نوليدج أريز، هم بترقيمهم برضو 4 و5 و6 وكذا، وبتوريني كل بروسيس عندي، يعني دول ال 49 بروسيس اللي عندي. يعني أنا رحت للإيه للبروجكت ريسورس مانجمنت، دي نوليدج أريا رقم 9 شابتر 9. يبقى أول بروسيس عندي هي 9.1 Plan Resource Management، 9.2 Estimate Activity Resource، 9.3 Acquire Resource، 9.4 Develop Team، 9.5 Manage Team، 9.6 Control Resources. دي البروسيس اللي احنا هنعرفها مع بعض إن شاء الله في خلال
التسع سيشنز اللي جايين ايه بالاضافه للسيشن دي. الالوان دي بقى بتحدد لي اي بروسيس جروب، فاللون الاخضر ده بيقول لي ان ده في البلاننج بروسيس جروب، اللون الازرق ده اللي هم اتنين بروسيس بس عندي اللي هم في الانيشيتنج، اللون الاصفر ده اللي هو الكلوزنج واحده بس، اللون الرمادي اللي هو مونيتورنج اند كنترولنج، واللون السيمون ده اللي هو الاكسكيوتنج. يبقى لو انا ببص على بروسيس 12.2 هعرف ان 12.2 دي تبع للبروجكت بروكيرمنت مانجمنت، واللون ده يبقى هي تبع الاكسكيوتنج، وهكذا. كل واحده من البروسيس دول هنقدر ان احنا نعرفها بصوره افضل كل مره، بحيث ان احنا نبقى عارفينهم. وفي الاخر احنا مش مطالبين نحفظ البروسيس، احنا مطالبين ان احنا نفهمه. لو قدرنا فعلا وصلنا ان احنا نفهم البروسيس هنكسب كتير جدا، هنكسب معلومات وهنكسب راحه بال ان احنا نعرف نتعامل مع كل بروسيس جروب ازاي. مع كل واحده من 49 بروسيس هيكون عندنا سلايد زي دي، بتختلف طبعا الكلام المكتوب جواها، بس كل بروسيس بيكون لها رقم. يعني دي بروسيس 4.5 مونيتور اند كنترول بروجكت وورك، 4.5 4D تعني ان هي جزء من الانتجريشن، وكل بروسيس بيكون لها انبوت تولز اند تكنيكس واوتبوتس. هبتدي دايما بتشرح الاوتبوتس اللي هي ايه، مخرجات البروسيس اللي عندي، ايه اللي انا عايز اوصل له من البروسيس دي، تمام؟ فهي دي الايه الاوتبوت اللي عندي. بعد كده الانبوت اللي هي ايه المدخلات، ايه اللي انا هبني عليه الاوتبوت بتاعتي دي. وبعد كده التولز اند تكنيكس، ايه اللي انا هستخدمه عشان احول الانبوت ده للاوتبوت ده. يبقى كل واحده من 49 بروسيس هيكون عندي الاوتبوت ايه هي المخرجات للعمليه دي، وعندي الانبوت ايه هي المدخلات اللي انا هعتمد عليها عشان يبقى عندي المخرجات دي، وايه هي التولز اند تكنيكس الادوات والاساليب اللي انا هستخدمها عشان احول الانبوت ده للاوتبوت ده، تمام؟ فده الاوفر اول اللي احنا هنشوفه في 49 بروسيس. السؤال المهم، هل لازم نحفظ؟ لا مش لازم نحفظ. هل لازم نحفظ ان tools and techniques في process 4.5 فيها expert judgment و data analysis و decision making و meetings؟ لا، حاجات من الكتير من اللي احنا هنتعامل معها هتكون ان شاء الله بصورة لوجيك، وبعض الحاجات مش هنضطر ان احنا نحفظها وهنتكلم عليها ان شاء الله مع بعض، الحاجات اللي احنا هنضطر ان احنا نحفظها. كل بروسيس من 49 هتلاقوا فيه حاجات بتتكرر فيها، فالحاجات اللي بتتكرر دي هنقول ان هي ايه مش هنكررها تاني في الشرح. فلو احنا بنتكلم على بروسيس انا اتكلمت على بعضها قبل كده هتلاقوا عليها تشيك مارك. يعني ايه تشيك مارك؟ يبقى انا شرحت مثلا الاكسبرت جادجمنت في بروسيس قبل 4.5 فمش هنشرحها 4.5، انما مثلا الاكسبرت جادجمنت هنشرحها فين؟ في بروسيس 4.1 اللي هي ديفلوب بروجكت تشارتر. يبقى لما نيجي 4.5 مش هنشرحها تاني عشان نكسب وقت. 30 ساعه شكلهم كتير بس هما مش كتير ولا حاجه، 30 ساعه محتاجينهم جدا ان احنا نحل الاسئله ونتناقش ونعرف اكتر عن البروسيس اللي احنا بنتكلم عليهم. فاتفقنا، فالتشيك ماركس دي مش هيتشرحوا تاني، بس لو عليهم تشيك مارك معنى كده ان هم اتشرحوا في البروسيس قبل كده. لو حاجه منهم مش واضحه يبقى بعد نهايه السيشن بعد الساعه 11 ممكن لو في اي سؤال على البروسيس دول، يعني مثلا اكسبرت جادجمنت شرحناها قبل كده يبقى مش هنشرحها تاني. لو في البروسيس دي حد شايف ان هي لا مش واضحه بالنسبه له او مش واضحه تطبيقها ازاي، يبقى بعد نهايه السيشن على الساعه 11 نبتدي ايه لو في اي سؤال من يعني سبيشال كيس كده ان احنا نشرحه. تيلورنج اللي هو ان انا بظبط حاجه ان هي تكون مناسبه لاحتياجاتي، ودي من الحاجات المهمه قوي البي ام اي بيقولها، لان في بعض الناس بتاخد ان البي ام اي بيكتبه بيقول ان هو ايه ميثودولوجي، هي دي الطريقه اللي انا هشتغل بيها. البي ام اي نفسه بيقول لا، احنا مش بنقول لكم طريقه يا جماعه، احنا بنقول لكم ايه، بنقول لكم بروسيس معينه، بنقول لكم شكل معين، بنقول لكم مقترح معين، مش شرط ان انت تستخدمها نفس الاستخدام. طيب يعني زي ايه؟ يعني لو رجعنا هنا للتولز اند تكنيكس اللي عندنا، عندي ادي 1 2 3 4 و2 دي متقسمه كذا حاجه، هل لو انا لازم استخدم كل دول
عشان احول كل دول لكل دول؟ لا، في ام اي بيقول لا، بيقول ان كل مشروع، كل نوعيه مشروع، كل نوعيه اورجانيزيشن ممكن تستخدم طريقه مختلفه، مش شرط كلهم يستخدموا نفس الطريقه. فالتيلورنج دي من الحاجات المهمه اللي البروجكت مانجر لازم يعملها عشان يتعامل مع مشروع. مش معقول ان انا هتكلم على مشروع مثلا مشروع كونستراكشن قيمته 2 مليار هقول ان هو زي مشروع زياده الماركت شير لمرسيدس من كذا لكذا، هقول ان هو زي مشروع ان انا بعمل كيكه، هقول زي ان هو مشروع ان انا بعمل بكون في الهيلث كير، بعمل سيستم جديد للداتابيز هتخدم لي المستخدمين المكان كله، ده اسمه مشروع. اه طبعا، لانه تيمبري انديفر وليه بدايه وليه نهايه وليه يونيك، هيعمل ايه؟ هيبقى فيه سيرفيس برودكت اور ريزلت يونيك مختلف. فعشان كده بنقول التيلورنج دي من الحاجات الايه المهمه جدا، اللي هي كل مدير مشروع مطالب ان هو يعمل تيلورنج للبروسيس دي بما يتناسب مع متطلبات مشروع ومتطلبات المؤسسه بتاعته. بعد كده عندنا حاجه اسمها بروجكت مانجمنت بزنس دوكيومنتس. ايه هي بروجكت مانجمنت بزنس دوكيومنتس؟ احنا هنتكلم عليها دلوقتي جنرال وهنشرحها ان شاء الله في سيشن 2 بصوره مفصله اكتر. ايه البيزنس دوكيومنتس؟ فاكرين لما احنا قلنا ان المشروع بيبتدي من انيشيتنج وبعد كده بقيه البروسيس، انما قبل ما ابتدي الانيشيتنج بيبقى عندي بيزنس دوكيومنتس. ايه البيزنس دوكيومنتس اللي انا ببني عليها الانيشيتنج عندي، اللي انا بستخدمها عشان افهم المشروع؟ ممكن يكون عندي عقد جاي، ممكن يكون عندي انا بعمل المشروع ده ليه. فالبيزنس دوكيومنتس اللي بي ام اي ريفيرنج ليها هم تو دوكيومنتس اساسيين عندي. واحده منها اللي هي البروجكت بزنس كيس، اللي هي انا بعمل المشروع ده ليه، والثانيه اللي هي بروجكت بنفيت مانجمنت بلان. بروجكت بزنس كيس اللي بالعربي ممكن نقول عليها دراسه جدوى، انا بعمل ايه جدوى المشروع ده، يبقى الايكونوميك فيزيبيليتي، يبقى دراسه جدوى للمشروع، انا هستفيد ايه، انا هكسب ايه من المشروع ده، انا محتاج ادفع كام في المشروع ده. To establish the validity of the benefits of a selected component. يبقى لازم عشان احدد ايه الفوائد. طيب البيزنس دوكيمنت الثانيه برضو تتكلم على الفوائد، هي البروجكت بنفيت مانجمنت بلان. يبقى هو بيحدد لي بقى البنفيتس اللي عندي دي هقدر ان انا احصل عليها ازاي، اقدر ان انا اعظمها او احسنها ازاي، اقدر ان انا اخليها مستدامه سستينبل ازاي. مستدامه يعني مستمره، مستدامه مش هي بس البيئه، لا مستدامه يعني مستمره. يعني ايه مستمره؟ يبقى انا مثلا حصلت على بنفيت، انا بعمل دلوقتي اوتيل، انا عايز اعمل اوتيل، طيب الاوتيل ده المفروض ان هو يكسب كذا، طيب ازاي ان انا اقدر البنفيتس دي تستمر معايا؟ كل دي مهام البروجكت مانجر. اه كل دي مهام البروجكت مانجر، بس مش كل في الحياه العمليه، مش دايما كل بروجكت مانجر بيعمل كده. في بعض البروجكت مانجرز مسؤولين بس عن التصميم، في بعض البروجكت مانجرز مسؤولين بس عن ان هو عايز يعمل سيستم تكنولوجي جديد، مايجريشن لويندوز 8 لويندوز 10. كل بروجكت مانجر ليه طريقه مختلفه في التعامل مع البيزنس كيس او مع البنفيت مانجمنت كان. انما الدوكيومنتس دي لازم تكون موجوده، اه لازم تكون موجوده، لان هي من غيرها انا كبروجكت مانجر يعني الدوكيومنتس دي انا مش بعملها، الدوكيومنتس دي انا بستلمها، من غيرها انا مش هعرف ان المشروع ده بيتعمل ازاي. طب لو انا مش عارف المشروع ده بيتعمل ليه، مش عارف ايه المطلوب، مش عارف هو التكلفه المفروض تبقى كام والوقت يبقى قد ايه، طب انا هحدد المشروع بتاعي ازاي؟ يبقى البيزنس كيس هتقول لي تكلفه المشروع ده لو زادت عن مليون يبقى المشروع ده خسران، هتقول لي المشروع ده لازم يخلص في خلال 8 شهور والا مش هنلحق الفرصه الفلانيه، هتقول لي ان المشروع ده لازم يعكس الاوبجكتيف الفلاني. يبقى كل ده موجود في البيزنس كيس. والبنفيتس اللي هي الفوائد، وزي ما اتفقنا البنفيتس بقت من الحاجات المهمه جدا. كتير قبل كده كانوا يعملوا مشروع، يبقى بيعمل مشروع وخلاص، انا عندي ده عايز اعمل ده، عايز ابني الشيء الفلاني، عايز اعمل السيستم الفلاني، عايز اعمل الماركت شير الفلاني وخلاص، من غير ما اعرف الفوائد. طول ما انا مش عارف الفوائد يبقى انا مش بحقق الفايده الكامله او النجاح الكامل للمشروع. لو انا مش بحقق النجاح الكامل للمشروع يبقى انا بروجكت مانجر يا دوبك عملت ايه، عملت قشور كده من المطلوب. بعد كده عندنا حاجة اسمها Project Success Measures، ودي حاجة مهمة قوي في إدارة المشاريع، اللي هو يعني إيه مشروع ناجح؟ طب هل المشروع الناجح اللي هو اللي أنا خلصته في الميعاد وخلاص؟ طيب أنا شايف يا جماعة الأسئلة ما تقلقوش، في سؤالين قريتهم وفي واحد منهم على موضوع العدد ده، وخلينا إيه نتناقش في الحكاية دي إن شاء الله ونعمل أسألكم فيها ونشوف إيه أحسن طريقة إن شاء الله.
Slide بتقول ايه؟ بتقول one of the most common challenges in project management is determining whether or not a project is successful. يبقى واحدة من أهم التحديات عندنا في إدارة المشاريع إن إحنا نعرف المشروع ده نجح ولا فشل. ما شفته قبل كده؟ أنا متأكد إن أنا شفت أنا شخصياً قبل كده مشاريع كتيرة، واحد شايف إن هي المشروع ده ناجح جداً، وواحد تاني ممكن يكون الكلاينت، ممكن يكون واحد من الفريق، ممكن يكون مديري، شايف إن المشروع ده فاشل جداً. وممكن بالعكس انا كنت شايف المشروع ده فاشل جدا بس مديري شايف ان هو ناجح جدا. يبقى لازم ان احنا نحدد يعني ايه نجاح المشروع، لان تحديد نجاح المشروع ده اللي هنتفق عليه احنا والاند يوزر والسبونسر، الكلمه اللي هنسمعها كتير اللي هو راعي المشروع، هو ده اللي بيخليني فعلا المشروع ناجح. ان انا اقول المشروع ده ناجح يبقى كلنا متفقين. يبقى عشان نحدد الميجرمنت ايه هي السكسس ميجرز، واحده اللي هي وات داز ذا سكسس لوك لايك. يبقى احنا هنرد على ثلاث اسئله. اول واحد بيقول هو النجاح ده شكله ايه؟ النجاح ده ان انا خلصت شيء معين في وقت معين بتكلفه معينه بكواليتي معينه، هل ده شكل النجاح؟ لو اتفقنا على ده شكل النجاح يبقى ده شكل النجاح خلاص. المهم اللي هنتفق عليه. الثانيه بيقول هول success be measured، هنقيس ازاي؟ واحده من يعني لما نروح للكلاينت في الاخر ونقول له ها فين فلوسنا بقى احنا خلصنا المشروع اهو، هيقول لك لا المشروع فاشل. بعضهم بيعمل الحركه دي. طب فاشل ليه؟ اصل انت ما عملتش الشيء الفلاني. طيب يبقى احنا لازم نتفق من قبل ما نبتدي المشروع احنا هنقيس نجاح المشروع ده ازاي. هنقيس ان احنا خلصناه في الوقت، خلصناه في الكوست، خلصناه بشكل معين، خلصناه بان هو المشروع الجميل اللي احنا عملناه ده ظهر في المجله العالميه اللي كذا، حصل على جائزه عالميه كذا، ده سكسس ميجر نتفق عليه. مش شرط ان انت تقبله كبروجكت مانجر، بس شرط ان احنا نتفق عليه، عشان ما ينفعش يخلص المشروع وبعد كده يقول لك صاحب المشروع يقول لك اصل انا ما كسبتش الجائزه الفلانيه. طب ما انت ما قلتليش ان ده سكسس فاكتور انت عايزه. طب لو هو قال لي قبل ما يبتدي المشروع ده السكسس فاكتور انا عايز المشروع ده يكسب الجائزه الفلانيه، هل ده دوري ولا مش دوري؟ هل ده دوري ولا مش دوري؟ لو قال لي المشروع الفلاني لازم ان هو يكسب الجائزه الفلانيه يبقى ده دوري ولا مش دوري؟ حلو قوي، انا معجب جدا ان انتوا قلتوا يس، فعلا ده دوري. ليه؟ لان هو ده بقى شرط من شروط المشروع، بقى شرط من شروط المشروع ان هو يكسب كذا. لو الناس بتفكر دايما المشروع يبقى انا خلصت اون تايم اون كوست، لا انا بعمل المشروع ده ليه؟ هو ده الاهم. انا بعمل المشروع ده عشان يحقق لي كذا، عشان يكسبني كذا، عشان يظهر في المجله الفلانيه، عشان الناس لما تمشي من قدام المشروع ده تقول المشروع ده بتاع الشخص الفلاني. يبقى هي دي اللي هي بتحقق لي الايه؟ فوائد المشروع او السكسس للمشروع. واخر حاجه اللي هو what factors may impact success، ايه اللي ممكن ياثر لي على نجاح المشروع؟ هل هو الكومبيتيتور؟ هل هو المشروع الثاني؟ هل هو الفلوس؟ هل هو ايه اللي ممكن ياثر لي؟ لازم نتفق عليها لان دي برضه هتاثر لي على نجاح المشروع. النقطه دي مش سؤال امتحان قوي بس انا بشوفها من النقط المهمه، هي موجوده في البين بوك وانا بشوفها من النقط المهمه ان لازم البروجكت مانجرز يبقوا عارفينها. طيب البروجكت انفلونسز زي ما احنا حاجه كام سلايد ورا كده اللي هي كنا بنتكلم فيها على التولز اند تكنيكس. واحده من الانبوتس اللي عندي هي حاجه اسمها انتربرايز انفيرمنتال فاكتورز، واحده من الانبوتس الثانيه اسمها اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. الاثنين دول بيتكرروا عندي في الغالب الاعظم الاعم من البروسيس اللي عندي. دايما هتلاقوا عندي انتربرايز انفيرمنتال فاكتورز ودايما هتلاقوا عندي اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس في معظم البروسيس. طيب فعشان كده انا هشرحهم دلوقتي بحيث ان احنا ايه لما نتكلم عليهم بعد كده يكون عندنا فكره عنهم كويسه. يبقى دول اللي هم البروجكت انفلونس، الحاجات اللي هتاثر لي على المشروع. ممكن ان هي تكون اي اف وممكن تكون او بي اي، ولما هنتكلم عليهم بعد كده دايما هنستخدم دول. ايه هم دول؟ الاي اف اللي هي الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز اللي هي العوامل المحيطه بالمشروع، وهي الاو بي اي اللي هي الاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. يبقى هي عوامل او الحاجات اللي داخل الاورجانيزيشن بتاعتي اللي ممكن تاثر على المشروع. وكل الاي اف بتتقسم اكسترنال وانترنال، والاو بي اي بتتقسم لبروسيس وبوليسيز واي او كوربريت نوليدج بيس.
يبقى دي تقسيمه الانفرنس الحاجات اللي ممكن تاثر على المشروع اللي عندي. الاي اف انتربرايز انفيرمنتال فاكتورز اكسترنال وانترنال، العوامل الخارجيه المحيطه بالمشروع. اهمهم ولو سؤال الامتحان بيجي يمكن على دي اكتر من اي حاجه تانية، اللي هي ماركت ريسيرش واللوز القوانين. طب انا دلوقتي لو بعمل مشروع وعايز اشغل الريسورسز معايا، مش مفروض اعرف قانون العمل بيسمح لي ان انا اشغل الريسورسز دي كام ساعه في اليوم، وان انا المفروض ادفع لهم اوفر تايم ولا لا؟ يبقى قانون العمل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انفلونس للمشروع تحت ايه؟ تحت الاي اف اللي هي الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز، تحت الاكسترنال خارج المؤسسه اللي عندي. يبقى ده قانون العمل. قانون العمل محتاج ان انا اعرفه لما هاجي اتعامل مع الريسورسز. طيب ايه تاني عندي في الاو بي اي؟ اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. من اهم الحاجات في الاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس، واللي هي دي لازم بقى بيجي سؤال امتحان، ده مش احتمال، ده لازم يجي سؤال امتحان، اللي هي الليسنز ليرند، الدروس المستفاده. كل بروجكت مانجر لو كتب الدروس المستفاده في المشروع اللي هو اشتغله، بيحصل عندي في الاخر ايه؟ بيحصل عندي مكتبه متكامله. ايه اللي انا اتعلمته من كل مشروع انا عملته؟ ايه اللي اتعلمته في التعامل مع الكلاين ده؟ ايه اللي اتعلمته في عمل المشروع الفلاني في الوقت ده؟ ايه اللي اتعلمته في عمل ان انا ازود الماركت شير للعربيه الفلانيه، واطلب الموضوع ده في خلال فتره مثلا اغسطس، وقت يمكن الناس ما بتشتريش فيه عربيات قوي. فكل دي دروس مستفاده بحطها فين؟ بحطها جوه الاو بي اي، الاورجانيزيشنال بروسيس اسيت، وتبقى جزء من الكوربريت نوليدج بيز، يبقى جزء من المعرفه المؤسسيه اللي عندي. يبقى انا دلوقتي ما فيش شركه في العالم الا عندها الموضوع ده، الشركه دي منظمه مش منظمه عندها. الفرق بقى بيبقى ايه؟ بيبقى مكتوبه ولا مش مكتوبه، ومكتوبه نقدر الناس توصل لها ولا لا. انا اكد لكم ان لو اشتغلتوا اي اورجانيزيشن انتوا بتشتغلوا فيها كبيره او صغيره هتلاقوا الكلام ده موجود فيها، بس موجود بقى الفرق، وده اللي بيعمله لنا البي ام اي بصوره منظمه ممنهجه ولا لا. يعني هتلاقوا دايما واحد في الاورجانيزيشن يقول لك انا عايز اسال عن شيء الفلاني، يقول لك روح اسال عم احمد، ده عم احمد ده عارف القصه. احنا بقى عايزين نشيل فكره عم احمد دي، ويبقى عندنا داتابيز معينه، مكان معين انا شايف فيه الحاجات دي. فدورنا كبروجكت مانجرز ودوركم ان شاء الله في المستقبل مش بس ان انتوا هتبقوا معاكم شهاده البي ام بي، لا، ان انتوا هتبنوا الحاجات دي. ده اللي هيخلي لكل واحد فيكم رول اكبر، هيخلي له فاليو اكبر، ان هو الاورجانيزيشن هتحس، وده فعلا الحاجه بتتحس جدا، ان انا لما يبقى عندي مشروع انا اتعاملت مع الكلاينت ده قبل كده، طب هو ايه اللي حصل؟ طب انا كتبت الليسنز ليرند شلتها فين في الاو بي اي؟ الاو بي اي دي ممكن تكون مكان على السيرفر، ممكن تكون حاجه على الهارد ديسك، ممكن تكون حاجه شيرد، ممكن تكون ويب سايت، ممكن تكون وات ايفر. المهم يكون عندنا اتفاق المعلومات دي احنا بنحفظها فين. فالبروجكت انفلونس بيتقسم لجزئين، الاي اف اللي هي العوامل المحيطه الخارجيه، والاو بي اي اللي هي الاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس اللي هي الاصول المؤسسيه اللي عندي من المعلومات ومن البوليسيز اللي انا بستخدمها. يعني انا دلوقتي مثلا عايز اعمل بروجكت شارتر اللي هي ميثاق المشروع اللي احنا هنعرفه مع بعض في سيشن 2. هو انا كل ما حاجه اعمل بروجكت شارتر هبتديها من الصفر، ولا انا مفروض افتح البروجكت مانجمنت اللي عندي في الاورجانيزيشن بتاعتي بتقول ادي التمبلت بتاعت البروجكت شارتر المفروض ان هي تكون كذا؟ دي للاسف بقى دي اللي مش هتلاقوها في كتير من الاورجانيزيشنز. انما لو انتوا ابتديتوا تبنوها، حتى لو ابتديتوا تبنوها على مستواكم الشخصي، هتوصلوا في اقل من سنه ان هيكون عندكم كنز من المعلومات تقدروا ان انتوا تستخدموه، هيسهل لكم حياتكم وهيسهل لكم شغلكم وهيسهل لكم اي مشروع انتوا هتعملوه. وانتوا في وقت من الاوقات انتوا اللي هتبقوا الريفرنس، انتوا اللي هتبقوا عم احمد اللي الناس بترجع لكم في النقط دي. كام سلايد الجايه دي فيها شويه كلام كده هتبقوا تقروه ان شاء الله على موضوع الاي اف والاو بي اي اللي هو شرح اليوم اكتر. خلونا نتكلم مع بعض دلوقتي على حاجه مهمه قوي اللي هي اسمها الاورجانيزيشنال تايبس، اورجانيزيشنال ستراكشر تايبس. كويشنز دايما كل سؤال من 200 سؤال هيبقى فيه اربع اختيارات وفي اجابه واحده صح، فدايما هو مالتيبل تشويس وون سيلكتد انسر بس، ما ينفعش ان احنا نختار كذا حاجه. لو هو عايزنا نختار كذا حاجه هيقول لنا all of the above، هنقدر نختار واحده بس.
وما تقلقوش دلوقتي على أسئلة الامتحان، لأن خلال التسع سيشنز اللي جاية هنشوف نماذج كتيرة جدا أسئلة الامتحان. It like SWOT analysis. Like SWOT analysis. SWOT هي اختصار strengths, weakness, opportunity و threat. دي اللي هي الدراسة وهنعرفها مع بعض إن شاء الله، وهنعملها عملي مع بعض. إزاي إن احنا نعرف نقط القوة ونقط الضعف، نقط التهديد، نقط الفرص ونقط المخاطر اللي موجودة عندي في إيه؟ في أي حاجة، عشان أقدر إن أنا أحصل على نتيجة أفضل. One of the EF is PM scheduling software. ما السوفتوير ده يعتبر EF، اللي هو إيه اللي أنا بستخدمه؟ هل أنا بستخدم، أعتقد أنت مهندس، فإيه، هل أنا بستخدم برونفيرا ولا MS Project؟ هل أنا بستخدم الإكسل في السكيدجولينج سوفتوير؟ ما دي مش أسيت عندي في الأورجانيزيشن، تمام؟ بس ده إيه اللي موجود؟ ما في أماكن مثلا زي مثلا لو أنت رحت تشتغل في الصين. الصين يعني في ريستريكشن على سوفت وير كتيره جدا ما تقدرش تشتغل بيها هناك، فدي تعتبر دلوقتي بقت واحده من الاي اف. يهمني اعرف الاورجنايزيشن ستراكشر تايب ليه؟ لان انا لو مدير مشروع لازم اعرف الاورجنايزيشن اللي انا شغال فيها دي بتفكر في اداره المشاريع ده ازاي، عشان اعرف من اين تؤتكل الكتف، عشان اعرف انا لما احتاج حاجه اكلم مين، لما احتاج ريسورسز اكلم مين، لما احتاج اعمل حاجه اقول لمين، لما احتاج اخد موافقه مين. فعشان كده organizational structure types دي مهمة. الكام سلايد دول كانوا موجودين قبل كده في PMBOK قبل كده، ما عادوش موجودين دلوقتي في PMBOK 6، بس موجود comparison ظريفة في الكتاب، ودي برضه تبقوا تبصوا عليها ان شاء الله. انما انا بعتبر الشكل ده بيوضح قوي الفكرة، لان ده برضه اكيد سؤال امتحان، يبقى انا مش عايزكم تركزوا قوي على الامتحان، ولا انا عايزكم تركزوا على كله ان شاء الله، بس يعني لما تبقى حاجة سؤال امتحان اكيد هقول لكم برضو عشان ايه نركز عليها شوية زيادة. يبقى ده اكيد سؤال امتحان، اللي هو هيقول لي انت شغال في organization التايب بتاعها الفلاني وحصل الموقف الفلاني هتعمل ايه؟ فده السؤال الامتحان هنا هيجي بالصورة دي، هتعمل ايه؟ وهيدينا اربع اختيارات، طبعا مش هيتعمل ايه وهنكتب، هيدينا اربع اختيارات وايه، واحنا ايه نختار واحد من الاربعة. يبقى عندي هنا في الحالة دي أول نوع هنتكلم عليه هو functional organization. يعني إيه functional organization؟ زي ما انت شايفين كده كلمة project manager مش موجودة نهائي. إيه هي functional organization؟ هي مثلا لو قلنا مؤسسة فيها حسابات، مدير حسابات والتيم اللي معاه، مدير HR، مدير موارد بشرية والتيم اللي معاه، مدير إنتاج والتيم اللي معاه. يبقى لو دلوقتي بقى عندي مشروع في functional organization، مين اللي بيكلم بعضه؟ مين اللي بينسق مع بعضه؟ في الفانكشنال اورجانيزيشن بيحصل الكوردينيشن على ليفل الفانكشنال مانجر. نفتكرها فانكشنال اورجانيزيشن يبقى فانكشنال مانجر. طيب دي ميزه ولا عيب؟ الميزه هنا ان انا بيكون عندي الايه؟ الفانكشنال مانجرز هم الرؤوس كلها، المديرين كلهم هم اللي بيتناقشوا، فالقرار ممكن ان هو يكون سهل، لان مش واحد لسه مستني يرجع لمديره عشان ياخد قرار. لا، ده المديرين مع بعض فنقدر ان احنا ناخد قرار بسهوله. طيب عيبه ايه؟ عيبه كذا حاجه بقى. عيبه اولهم ان هو مفيش مدير ليهم، يعني مين رئيسهم؟ الشيف اكزيكتيف هو مديرهم التشغيلي، بس هو مش مديرهم في المشروع، فما فيش مدير مشروع، ما فيش واحد هو اللي بيقول لنا نعمل ايه، كلهم زي بعض. ودي حاجه تانية اللي هي هتؤدي الايجو اللي هو الكبرياء. طب انا دلوقتي انا قلت كذا، انا ماشي ليه كلام المدير ده مش كلامي انا هو اللي يمشي؟ العيب الثالث ان الثلاثة او المجموعة او العشرة او ايا كان، بس كلهم على ليفل الفانكشن مانجر، كلهم مديرين، واحنا عارفين كلنا صعوبة وقت المديرين ان احنا نحصل على وقت منهم، فما بالكم بقى ان هم يقعدوا مع بعض ويتكلموا. هل معنى كده الفانكشنال مان اورجانيزيشن دي وحشة؟ نهائي لا خالص، بس اللي احنا بنقوله ان كل اورجانيزيشن هتكون متناسبه مع نوع المشاريع اللي عندها. يعني في اورجانيزيشنز ما بتشتغلش مشاريع كتيره، يبقى مش شرط ان هي يكون عنده بروجكت مانجر، مش شرط ان هو يكون عنده بروجكت مانجمنت اوفيس، بس هيكون عنده حاجه اسمها فانكشنال اورجانيزيشن وبيتابعوا الصوره الفلانيه. فمهم ان احنا نعرف نوع الاورجانيزيشن اللي عندي. طيب النوع الثاني هو بروجكتايزد اورجانيزيشن. يعني ايه بروجكتايزد اورجانيزيشن؟ يبقى هي اورجانيزيشن يعني ايه؟
ديديكيتد للبروجكت مانجمنت زي شركات البروجكت مانجمنت العالميه تيرنر وهيل والشركات الكبيره دي. طيب احنا هنا لو بصينا على الفانكشنال اورجانيزيشن كان الكوردينيشن بيحصل ايه؟ بيحصل هوريزونتال. هنا في البروجكتايزد اورجانيزيشن عندي مدير وعندي بقى بروجكت مانجر والتيم بتاعه، بروجكت مانجر والتيم بتاعه، بروجكت مانجر والتيم بتاعه. يبقى هنا الكوردينيشن للمشروع هيحصل على اي ليفل؟ هيحصل على ليفل الفيرتيكال، مدير المشروع والتيم اللي معاه. طيب ايه مزايا الاورجانيزيشن دي؟ ان انا عندي ديديكيتد تيم، التيم ده بتاعي، وقت ما انا هقول انا عايز كذا، نخلص كذا، نضغط كذا، نركز على كذا، التيم ده موجود. ممكن هو يكون بارت تايم، ممكن هو يكون بارت تايم، بس لازال في دايركت ايه؟ دايركت ريبورتنج لاين للبروجكت مانجر. عيب بقى الاورجانيزيشن دي ايه؟ عيب ان هو بعد ما بيخلص المشروع، دي الكلمه اللي ساعات بتستخدم في اسئله الامتحان، ذا ستاف اور ذا بروجكت تيم هاز نو هوم. هاز نو هوم يعني ملوش بيت. يعني ايه ملوش بيت؟ يعني ملوش مكان يمشي عليه يرجع له. هنا لو انا قلت في الاورجانيزيشن دي اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه اللي هي الويك ماتريكس، وقلنا واحد من الستاف ده خلص شغله، بيبقى ايه؟ بيرجع جزء من الفانكشنال اللي عندي. انما لو في البروجكتايز ده خلص شغله، المشروع خلص خلاص، ما يبقى وجود التيم ده كله ما عادش موجود، الا طبعا لو مشروع تاني بيبتدي، فده موضوع مختلف. فدي واحده من عيوب الموضوع ده. واحد ممكن يكون من العيوب الثاني ان انا يكون عندي واحد من الستاف انا محتاجه 70% بس من الوقت، انما انا بدفع له 100% من الوقت. ما هو 30% الثاني ده مين اللي هيدفعها؟ لازم حد يدفعها. لو واحد مرتبه 10,000 بس انا مش بستغله الا 70% بس من الوقت، هقدر ادفع له بس 7,000؟ لا، انا لازم ادفع له ال 10,000 بالكامل. يبقى لازم ان انا اعمل ايه؟ نيجوشيشن مع البروجكت مانجرز التانيين ان هم يتحملوا او ان هم ياخدوا 30% اللي انا ما بشتغلهمش. دي غير البروجكتايزد. عندنا ثلاثه تايبس من الاورجانيزيشنز اسمهم ماتريكس اورجانيزيشن، واحده ويك، واحده بالانس، واحده سترونج. الويك ماتريكس قريبه جدا من فانكشن، بس بدل ما الكوردينيشن بيحصل على ليفل الفانكشن مانجر، بيحصل على ليفل الستاف. طيب اكبر عيب في الماتريكس دي ايه؟ ان الستاف ده ريبورتنج او اللويالتي بتاعته جزئين، جزء للمشروع وجزء لمديره. يعني لو مديره دلوقتي قال له انا عايز المشروع الفلاني، عايز التاسك الفلاني تخلصه لي، تفتكروا هيركز في التاسك الفلاني ولا هيركز في المشروع؟ غالبا هيركز في التاسك اللي هو تبع الفانكشنال مانجر. فده اول عيب. العيب الثاني القوي جدا برضو ان هو مفيش مدير واضح بين الثلاثه، زي ما كان في الفانكشنال مانجر كده الثلاثه متساويين، هنا برضو الثلاثه متساويين. عندنا البالانس ماتريكس، البالانس ماتريكس بيبقى واحد منهم هو المدير، برضو لازال الليفل هو على ليفل الستاف، بس الواحد منهم بيبقى يكون ايه؟ مدير اكتر، بس خدوا بالكم مش مدير مشروع. السترونج ماتريكس بقى بيبقى ايه؟ هنا برضو المدير ده هو، قلنا ده انت رئيس دول، بس انت ريبورتنج للفانكشن مانجر. السترونج ماتريكس بقى اللي هي اقوى واحده فيهم بيبقى ايه؟ بيبقى فيه بروجكت مانجر، واحد دارس بروجكت مانجمنت وفاهم بروجكت مانجمنت، وريبورتنج للمانجر اوف بروجكت مانجرز مش لاي فانكشنال مانجر. فبالتالي هذا الشخص بيقدر يديله السبورت. بروجكت مانجر هنا بقى بيدير هذا التيم بايه؟ بستايل البروجكت مانجمنت الصح. لازال الستاف ده لو انا بروجكت مانجر وبقول للستاف ده اعمل حاجه، والستاف ده الفانكشن مانجر ده بيقول له اعمل حاجه، طب الستاف ده هيسمع كلام مين؟ لازالت واحده من عيوب الماتريكس بصفه عامه، ان كل واحد من الستاف عنده 2 ريبورتنج لاين، عنده 2 لويالتي لاين، واحد هوريزونتال للمشروع وواحد فيرتيكال للفانكشنال مانجر. السؤال اللي بيجي في الامتحان دايما هنا وهتسمعوه معايا وان شاء الله تجاوبوه صح، السؤال اللي بيجي دايما هنا: In a matrix organization, the project manager need resources. Who shall he or she ask the resources from? هيطلب الresources من مين؟ من functional manager، من manager of project managers، من chief executive، من الستاف. الإجابة الوحيدة اللي صح إن project manager هيطالب functional manager بresources الزيادة. أو لو واحد من الستاف وحش يبقى لازم يكلم الفانكشنال مانجر عشان يغيره له. كتير من الناس بتجاوب ان هو هيقول للمانجر اوف بروجكت مانجرز. الاجابه دي مش صحيحه، ومش صحيحه بقى خلينا نقولها بصفه عامه عشان يتعود على الاسئله، ان انا ك
كسبونسر او كمانجر اوف بروجكت مانجرز، انا جاي بروجكت مانجر ليه عشان يرجع لي في كل كبيره وصغيره، ولا عشان هو يتصرف ولو ما حصل ما قدرش يبقى ايه يعمل لي اسكليت، يبقى يعمل لي تصعيد. انما الطبيعي الصح اجابه السؤال ان البروجكت مانجر ويل اسك ذا فانكشنال مانجر فور ذا ستاف. تمام. لو سالني بعد كده بقى هو طلبت من فانكشن مانجر والفانكشن مانجر ما جابش فانا هعمل ايه، ده موضوع تاني. انما عاده السؤال بيجي بيقول انت هتعمل ايه، هتطلب من مين؟ انا هطلب من فانكشنال مانجر. طيب ايه السكيلز تفتكروا ان احنا محتاجينها كبروجكت مانجر عشان نطلب من فانكشنال مانجر؟ اهم حاجه يكون عندنا ايه؟ بيبل سكيلز. بيبل سكيلز دي تتضمن الكونفليكت مانجمنت، اداره النزاعات او الخلافات، وتتضمن النيجوشيشنز اللي هو التفاوض، الفصال بالبلدي. يعني ايه الفصال؟ انا هقول للفانكشن مانجر انا عايز الستاف الفلاني، هيقول لي لا طب خد فلان، اقول له لا فلان ده انا عايز كذا عشان كذا. فهنقعد نفاصل لغايه لما نحصل على ايه افضل الريسورسز عشان اقدر اعمل المشروع بتاعي. اخر واحده هنتكلم عليها بس هي مش اخر واحده في البين بوك، وعشان كده برضو لازم تبص على البين بوك، الهايبريد اورجانيزيشن. ايه هي الهايبريد اورجانيزيشن؟ هي حاجه مشتركه ما بين اثنين او اكتر من واحد من الانواع. يعني ممكن يكون عندي زي strong matrix وممكن يكون عندي ايه weak matrix ما بين اثنين من الستاف. بمناسبة اثنين من الستاف مش شرط ان هو يكون بين كل الفانكشنز، ممكن ان هو يكون ما بين اثنين من نفس الفانكشن. يعني اثنين من الحسابات مثلا عايزين ان هم يعملوا مشروع دراسة الفات، ازاي هندفع الفات، يبقى انا هكون فريق من اثنين من الستاف هنا. فالهايبريد organization هنا اتعملت في مشروع منها بقى weak matrix، وفي مشروع تاني strong matrix، ممكن مشروع تالت يكون functional، ممكن whatever. المهم الهايبريد هي كذا نوع من انواع الorganization تحت نفس سقف الايه الorganization. وفي الحالة دي طبعا بيبقى عندي flexibility كافية ان انا اشتغل. مفيش اجابة هي ده حلو عامة او وحش عامة، كل واحد بما يتناسب مع شغله. يعني لو شركة project management مفروض انها تبقى projectized. لو شركة مثلا بتعمل استثمار عقاري يبقى الافضل ان هي تكون strong matrix وهكذا. تمام. يبقى نشوف ايه المناسب. اهم حاجة ان انا اعرف الorganization اللي انا فيها نوعها ايه عشان اقدر ان انا اتعامل، اطلب من مين، اكلم مين، اسأل مين، مين اللي عمل له حساب ومين اللي ما عملوش حساب. ودي من الحاجات اللي هي اللي هنعرفها برضو ان شاء الله في التولز اند تكنيكس الكتيرة اللي احنا هنعرفها مع بعض. اول براكتس اكتيفيتي هنعمله ان شاء الله، فانتوا من فضلكم اكتبوه لان انتوا هتبتدوا تشتغلوا عليه، ان انتوا هتعملوا what is the title of your current organization، المؤسسة اللي انتوا شغالين فيها دلوقتي، او انتوا مش بتشتغلوا دلوقتي اللي انتوا كنتوا تشتغلوا فيها قبل كده، او انتوا لو انتوا لسه في الجامعة تفتكروا الجامعة دي السيت اب بتاعها ايه، functional ولا projectized، ولا حتى لو هي مش بتاعت project management، بس اي شركة اي مؤسسة اي هيئة بيبقى يكون فيها مشاريع. طب لما بيجي لي مشروع بتعمل ازاي؟ انه functional، weak matrix، strong matrix، balance matrix، hybrid، projectized. طيب ليه بقى بنعتقد كده؟ تمام. يبقى ايه هو التايب وايه واحنا ليه قلنا الموضوع ده. تمام. فدي اول واحدة من practice activities اللي احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله. قربنا نخلص وهنخلص في الميعاد. هنتكلم دلوقتي على الـ PMO. الـ PMO اللي هو الـ Project Management Office. ايه هو الـ Project Management Office؟ ده Structure Unit، وحدة بتكون موجودة في الشركة، مش شرط انها تكون موجودة، بس لما بتكون موجودة بتدي قوة اكتر لعملية ادارة المشاريع. بتعمل ايه؟ بتساعد مديرين المشاريع ان هم يحققوا نجاح للمشروع. بتديهم الـ Guidance، بتديهم الجايدنس وفاسيليتيت الشيرنج اوف ريسورسز. يعني مثلا ممكن البي ام او ده هو اللي يقول لي ده هيشتغل 30% في المشروع ده و50% في المشروع ده. البي ام او هو اللي ممكن يكون الريفرنس بتاعي لو انا عايز الستاندرد الفلاني الاقيه فين والاقيه ازاي. تمام. يبقى ده مهام البي ام او. عندنا ثلاث انواع من البي ام او، ثلاث انواع من البروجكت مانجمنت اوفيس. واحد سبورتيف. ويعني ايه سبورتيف؟ يعني مجموعة من الناس لما انا عايز الستاندرد الفلاني، عايز التمبلت الفلانية، عايز الفورم الفلاني، اسأل مين؟ اسأل البروجكت مانجمنت اوفيس ده. يبقى هنا كنترول بتاعه لو. بعد كده كنترولينج. كنترولينج ده بيديني برضو السبورت، بس برضو بايه؟ بيسألني ها انت عملت ايه وعملته ازاي،
تمام؟ يبقى مش بس بيديني وخلاص زي السبورتيف، لا بيسألني انت عملت ايه وانت عملت ده ليه وعملته كده ازاي. اخر واحد اللي هو الايه بعد الكنترولنج اللي هو الدايركتيف. يعني ايه دايركتيف بقى؟ هو اللي بيقول لي اعمل دي وما تعملش دي، انت هتدير المشروع ده بكريتيكال باث ميثود، انت المشروع ده لازم تحقق كذا. انت يبقى الدايركتيف كنترولنج سبورتيف، دول ثلاث انواع بروجكت مانجمنت بصفه عامه. طبعا في انواع تانية اللي هي ممكن تكون ميكس ما بين كذا بروجكت مانجمنت اوفيس، بس هنقول ان الثلاثه دول هم الثلاثه الاساسيين اللي عندنا. جزء من البي ام بي، من امتحان البي ام بي، ان احنا لازم يكون عندنا الكود اوف ايثكس اللي هو ميثاق الاخلاقيات المهنه، تمام، والبروفيشنال كوندكت اخلاقيات المهنه دي. وده برضو اسئله امتحان اللي هو بيقول لك مثلا انت عندك المشروع الفلاني ومع السبلاير الفلاني والسبلاير ده جاب لك هديه الفلانيه، هتعمل ايه؟ ويدينا اربع اختيارات، واحد ان انا هعمل كذا، اثنين هعمل كذا، وهكذا. تمام، الاربع اختيارات دول تختار منهم ايه؟ فهو هنا بيسالنا على الايثكس الاخلاقيات، هتعمل ايه؟ طبعا ان انت لازم ترفض او تبلغ عن الايه، تبلغ عن الهديه دي. كل اورجانيزيشن، عشان بس ما نتلخبطش، كل اورجانيزيشن يا جماعه ليها ستاندرد مختلف، وفي بعض الاورجانيزيشن ما عندهمش ستاندرد خالص. يعني كنت في اورجانيزيشن مثلا بيقول لو هي هديه اكتر من 500 درهم يبقى لازم ابلغ عنها، ولو هي هديه اكتر من مش عارف 1000 درهم يبقى لازم ارفضها، مش ابلغ عنها، لا ارفضها تماما. مش فاكر الارقام بالظبط بس تقريبا كده. خلاص، يبقى انا لو جالي هديه اقل من 500 درهم مثلا اقبلها ومفيش مشاكل، طبعا مع الحفاظ على الانتجريتي والايه والاخلاقيات، انما مش شرط ان انا ابلغ عنها. انما لو جالي هديه ما قيمتها 500 درهم يبقى لازم ابلغ عنها، انما لو جالي هديه اكتر من 1000 درهم يبقى برفضها، مش بس ابلغ عنها لا برفضها تماما. تمام، فده الكود اوف ايثكس. اسئله الامتحان ما بتجيش على كل اورجانيزيشن، لان هي البي ام اي ما يقدرش يعرف كل اورجانيزيشن عندها الستاندرد ايه، فبيجي يقول ايه جات لك هديه ترفضها او تبلغ عنها. يعني عاده الموضوع ان احنا يو هاف تو اسكليت السبجكت عشان ما يحاولش السبلاير ده مع شخص تاني في الاورجانيزيشن. هنشوف برضو بعض انواع الاسئله على الموضوع ده. يبقى ريسبونسبيليتي، ريسبكت، فيرنس اند اونستي، هو ده الكود اوف ايثكس، وده عليه كذا سؤال في الامتحان. ان شاء الله نبقى نشوف بيجوا ازاي. الحمد لله خلصنا الساعه 11. مش معنى ان احنا خلصنا ان احنا انتهينا، بس ايه يوم تقيل انا عارف. اول ثلاث ساعات دول بيبقوا دايما تقال قوي، بيبقوا كتير قوي، بيبقوا معلومات كتير قوي في وقت واحد. بس اوعدكم ان السيشنز اللي جايه هتلاقوا الموضوع ايه، من بعد سيشن 2 يعني من اول سيشن 3 و4 هتبتدوا تحسوا ان الموضوع ايه بقى اهدى شويه كده، وبقيت يعني ايه بقى الموضوع ميك سنس شويه في الحاجات الكتيره اللي انا عمال اقولها دي. زي ما اتفقت معاكم احنا، انا معاكم نص ساعه كمان، عندنا الاسئله سواء عن طريق الشات تقدروا تبعتوها على الشات، او عن طريق ان انتوا تو ريز يور هاند. ففي الحاله دي هعمل ان ميوت للشخص لو هو حابب او حابه ان انتوا تتكلموا بدل ما تكتبوا، اقدر اعمل لكم ايه ان ميوت لشخص لشخص. تمام، لو عملت المشكله عملت الان ميوت دلوقتي للكل هيبقى الموضوع مزعج جدا، يعني هيبقى في ناس كتير عامله ان ميوت لنفسها، فبس ريز هاند وانا ايه هعمل لكم ان ميوت، او تبعتوا لي على الشات. خلينا نشوف انتوا بعتوا هم مجموعه اسئله EEF مش internal or external، هبقى يعني اشرح الموضوع ده، هي موجوده في السلايد هنرجع لها. حاضر، وايه ونقول امثله عليها حالا. طيب دي اللي هي الايه الانترنال والاكسترنال اي اف، امثله هي للاي اف انترنال واكسترنال. فهو البي ام اي بيقترح ايه؟ بيقترح ان هو ان الانترنال اي اف بتتضمن ايه؟ بتتضمن الاورجنايزيشنال كلتشر. طب جيوغرافيك ديستريبيوشن اوف فاسيليتيز، احنا اماكننا فين؟ طيب دي بتفرق معايا ايه؟ بتفرق معايا لما هنتكلم على الفيرتشوال تيم. الانفراستراكشر، الانفراستراكشر اللي هي مش الشوارع، الانفراستراكشر اللي هي انا عندي واي فاي جيده ولا لا، عندي سيستم جيد للكوميونيكيشن ولا لا. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا لو انا ما عنديش سيستم جيد للكوميونيكيشن، ما عنديش سيرفر، ما عنديش كلاود،
يبقى ما اقدرش اشتغل مع فيرتشوال تيم. تمام، فدي امثله للايه الانترنال. امثله للاكسترنال اللي احنا يمكن قلتها عليها اللي هي الليجل ريكشنز واللوز جفرمنت اندستري ستاندرد، كل دي حاجات خارجيه بره الاورجانيزيشن. فهو انترنال واكسترنال بيتكلم على الاورجانيزيشن بتاعتي. انترنال يبقى جوه المؤسسه بتاعتي، اكسترنال يبقى خارج المؤسسه، خارج حدود الشركه بتاعتي. الماركت بليس كونديشن، حاله السوق دلوقتي. حاله السوق دلوقتي ان في ناس كتير ما عندهاش شغل. طيب يعني دي حاجه وحشه؟ حاجه وحشه طبعا، بس هل اقدر استفيد منها؟ اقدر استفيد منها ان انا اقدر احصل على ريسورسز بصوره افضل. ان انا لو رايح اجر عربيه دلوقتي، لو كان تاجير العربيه ب 100 في اليوم، اقدر، لا اقدر اعمل نيجوشيشن ان هي تبقى 80 في اليوم بدل ما هي 100 في اليوم. فدي الماركت بليس كونديشن او العوامل الخارجيه اللي بتاثر عندي. اتمنى يكون واضح. لو في اي اجابه قلتها مش واضحه من فضلكم تقولوا لي، وايه هنوضحها ان شاء الله. طب ايه هي البي ديوز؟ انا معلش انا رديت على السؤال على طول، يمكن ما شرحتش ايه البي ديوز. انتوا ان شاء الله لما هتاخدوا الشهاده، وهتاخدوا الشهاده خلال الشهرين الجايين ده ان شاء الله، الشهاده دي هل هي مدى طول العمر؟ لا، الشهاده دي مدتها 3 سنين. يعني لو حصلتوا عليها في 1 ديسمبر 2020 بتفضل فاليد معاكم لغايه 1 ديسمبر 2023، وبعد كده بتسقط عنكم. طيب نجددها ازاي؟ ما مش هقولها بقى نروح نمتحن تاني، يبقى لازم نحصل على حاجه اسمها بي دي يو. بي دي يو دي اللي هي اختصار بروفيشنال ديفلوبمنت يونت. بروفيشنال ديفلوبمنت يونت يبقى ان انا بطور نفسي. يعني البي ام اي عايز يتاكد ان انتوا بتطوروا نفسكم وانا بطور نفسي، يعني نفس الحكايه. فايه هي البي دي يوز دي؟ عباره عن نقط اللي هو بيتاكد منها البي ام اي ان احنا بنطور نفسنا. ممكن نحصل عليها ازاي؟ نحضر تريننج، نحضر ويبينار. الفتره اللي فاتت دي طبعا مع كوفيد كمية الويبينارز اللي كانت موجودة خيالية، ببعت كتير منها على الواتساب جروب أو حبقية برضو إن شاء الله هبعت لكم. كل ساعة بتبقى 1 بي دي يو. مطالبين إن إحنا في خلال الثلاث سنين يكون عندنا 60 بي دي يو Professional Development Unit. يعني أكون حضرت 60 ساعة تدريب، 60 ساعة ويبينار، 60 ساعة مساعدة في المجتمع، 60 ساعة اجتماعات أو Presentations. كل دي تعتبر بي دي يوز. هنحصل عليها ازاي؟ ما تقلقوش على الموضوع ده، فعلا الموضوع بقى من اسهل ما يكون. لو انتم ممبر في البروجكت مانجمنت، في كميه ويبينارز في السنه مهوله. لو انتم حضرتوا في كل في الشهر حضرتوا 2، يعني كل اسبوعين تحضروا ويبينار واحد لمده ساعه واحده، هتحصلوا في اخر السنه على 24 فيديو. يبقى في خلال اقل من 3 سنين هتكونوا مغطين ال 60 فيديو اللي عندكم منتهى السهوله. بدل ما تاخدوا من عندكم البي ام بي وتعيدوا الامتحان تاني، لا تقدروا تحصلوا على البي دي يوز دي بسهوله. كيف يكون التقديم للاختبار؟ التقديم للاختبار ان شاء الله ان انتوا يكونوا متوفر عندكم الثلاث عناصر اللي احنا قلناهم، اللي هو يكون شهاده 4 سنوات وخبره 4500 ساعه ليدنج اند دايركتنج بروجكتس و35 ساعه تدريب. بعدها في ويب سايت اللي هو pmi.org فيها الابلكيشن، تقديم الابلكيشن. بتملوا الابلكيشن ده وبتسلموه. بعد ما بتسلموه ممكن ان هو يحصل عليه اوديت وممكن لا. بعد ما بيراجعوا الـ PMI بيقول لكم خلاص انتوا اوكي تقدروا تسجلوا الامتحان. بتسجلوا الامتحان في الوقت المناسب ليكم وتخشوا الامتحان وتاخدوا الشهادة. الصعب في الموضوع نوعا ما هو كتابة الخبرة العملية الـ 4500 ساعة. ليه صعب شوية؟ لان احنا مش متعودين عليها. احنا عرفنا ان احنا عندنا 5 process group. يبقى لما انا يجي اقول دلوقتي ان انا كنت بنفذ المشروع ده، يبقى لازم استخدم الكلام اللي هو الـ PMI بيستخدمه اللي هو executing. تمام؟ يعني مثلا لو جه مهندس وقال I was constructing the villa، لا لازم يقول ايه؟ I was executing the plan to construct the villa. طبعا مش لازم بالنص ده، بس هي دي الايه الصيغة اللي احنا لازم نكتب بيها. لما يجي وقت التسجيل ما تقلقوش، يعني ما شاء الله في كذا واحد وواحدة وحتى موجودين معانا هنا برضو سجلوا واتقبلت وكل حاجة تمام وجاهزين ان هم يخشوا الامتحان خلاص. فوقت ما يجي سواء انا او حد من التيم ده اللي عمل القصة دي قبل كده هيساعد التيم، وهو ده واحدة من الحاجات الظريفة ان احنا ايه بنساعد بعض. فما تقلقوش في وقت التسجيل. متى سترسل الكتاب او المادة للدراسة؟ طيب في خلال 48 ساعة ان شاء الله من النهاية، يعني دلوقتي الساعة 11 يوم الحد، يبقى قبل الساعة 11 يوم الثلاث ان شاء الله هتكون مبعوثة بالايميل لكل اللي حضر. تمام.
النقطة دي كويسة طبعا لليونيفرستي واضحة وصريحة، بس من فضلكم برضو تبعتوها بالإيميل عشان أحتفظ بيها في الريكورد اللي عندي عشان عدد الساعات. اللينك اللي هو الويب سايت يعني، حاضر هبعت حالا الويب سايت تاني، مفيش مشكلة سهلة. ويعني احفظوه عندكم لو سمحتوا، لان هو ده اللي احنا ايه هيكون تعاملاتنا مع بعض خلال الفترة اللي جاية دي. هتلاقوني بحط عليه اسئلة What is the passing score؟ مفيش، لو اي حد قال اي passing score فانا بعترض معاه، لان الـ PMI نفسه ما بيسكورش اي passing score، ومفيش اي reference لاي passing score. يعني ما فيش حد بيقول الشهاده بتطلع بيقول ان انت اون تارجت ولا اباف تارجت ولا بيلو تارجت، ما بيقولش يعني، مش هو بيقول، بس هو مش مهم الباسنج ده كام، تمام؟ فهو ما فيش اي ريفرنس من البي ام اي، ما فيش اي ريفرنس رسمي للباسنج سكور. وبعدين مالناش دعوه بالباسنج سكور، ان شاء الله كلكم هتجيبوا 100%، فما تقلقوش من الباسنج سكور ده، بس خشوا الامتحان وما تقلقوش. طيب اجابه السؤال مش مهم حجمها قد ايه، مهم انها تكون صح. اللي انتوا عايزينه البراكتس اكتيفيتي الهدف منها ان احنا نغطي ال 35 ساعه بتوعنا، بدل ما اقول لكم لا لازم نقعد 35 ساعه، احنا بنقعد عدد ساعات اقل شويه، وبنقول ان بقيه الساعات دي بتغطوها البراكتس اكتيفيتي. فالمهم ان انتوا تجاوبوا صح، ومهم تجاوبوا اللي انتوا شايفينه، والمهم لو حاجه مش واضحه تسالوا، هو ده المهم، اهم من ان هو كم صفحة. أنا مش عايز صفحات كتير، لأن أنا مش هقعد أقرأ صفحات كتير، بس أنا عايز الإجابة اللي أنتوا شايفينها بصورة صح. أنا شرحت مثلا وقلت إن إحنا عندنا EEF Enterprise Environmental Factors بنستخدمها علشان الـ Develop Project Charter. فأنتوا عايزين تعرفوا معلومات زيادة، أنا بقول لكم المعلومات اللي أنا شايف إن هي مهمة. في معلومات زيادة؟ في معلومات زيادة في الكتاب. يبقى أنا بفتح الكتاب على Chapter 4.1، الجزء اللي هو بتاع الانبوت اللي هو هيكون 4.1.1، واشوف اللي هو الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز دي مكتوبه فيه ايه، تفاصيلها ايه، تفاصيلها كذا. يبقى الكتاب مهم بس مش شرط ان الناس تقرا الكتاب عشان تخش الامتحان. احسن طريقه للمذاكره، احسن طريقه للمذاكره عن تجربه وعن سنين طويله بعمل فيها الموضوع ده، ان انتوا تحضروا السيشنز وتركزوا فيها، اللي بعديها على طول تحلوا اسئله. حل الأسئلة هو أحسن طريقة للمذاكرة، لأن هو بيبين إحنا فاهمين إيه ومش فاهمين إيه، بيدينا بيورينا الأسئلة بتيجي إزاي، فبيبقى عندنا حسن توقع للي هيجي وهيجي إزاي وهيجي بأي طريقة. من كتر ما هنحل أسئلة هتلاقوا السؤال بقى سهل، أنتوا عارفين إن ده عدى عليكم وعارفين إن هو بيتجاوب إزاي. والتالتة اللي هي بقى قراية الكتاب، Is this course suitable for undergraduate student، يعني الناس اللي لسه ما تخرجتش، الكورس ده مناسب لأي حد بما فيهم الأطفال اللي في المدارس، لأن project management هي أسلوب حياة عام ملوش علاقة بالسن، بس ليه علاقة الحاجة الوحيدة الشهادة، لأن هو بيطلبه 4500 ساعة بعد التخرج اللي هو 4 سنين. فundergraduate مش هيقدر ياخد الشهادة، بس انا بشوف ان هم يقدروا يستفيدوا من الكورس، وخصوصا المرات اللي جايه. المره الاولانيه دي اللي هي الانترودكشن فيها معلومات كتيره قوي، مش شرط ان كلها تبقى مسليه بالنسبه للناس، انما اللي بعد كده ازاي نعمل ريسك، ازاي نعمل ريسورس مانجمنت، ازاي نعمل كوميونيكيشن مانجمنت، اعتقد دي بتفيد كل الناس حتى الناس اللي ما بتشتغلش، انا بشوف ان هي ممكن تفيدهم في حياتهم.